في وقت تستمر فيه اعتصامات أنصار التيار الصدري في محيط مبنى مجلس النواب العراقي وداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد في مسعى الضغط باتجاه عملية حل مجلس النواب العراقي وتعديل الدستور وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد، يستمر الإطار التنسيقي بخطواته الرامية لعملية تشكيل حكومة توافقية كحال الحكومات السابقة التي حاكمت العراق، وهذا ما يرفضه التيار الصدري جملة وتفصيلا، ويرفض أيضا مشاركة الفاسدين ومن تسبب بخراب العراق طيلة السنوات الماضية في أي حكومة جديدة تشكل في العراق. في هذا الموضوع خرج وزير الصدر مؤخرا مهاجما الخصوم السياسيين ومتحدثا عن ما قام به هؤلاء من فساد وكيف تعاملوا مع البلاد طيلة السنوات الماضية، وحذر من عملية إعادة تدوير ذات الوجوه. عملية استهداف الخصوم بدت واضحة، وهي رسالة واضحة أنه لا حوار ما بين الإطار التنسيقية والتيار الصدري في المرحلة المقبلة، وأيضا تحدث عن صعوبة أن يكون هناك شكل مقارب للحكومة السابقة في البلاد. لكن الأسئلة التي تطرح إذن متابعينا الكرام، ما هي الحلول المتاحة للأزمة السياسية الراهنة في العراق؟ كيف يمكن تجاوز ما وصل إليه واقع المفاوضات المجمدة والمعطلة في المشهد العراقي؟ وكيف يمكن أن تمضي الأيام؟ وهل يمكن أن تخرج بعد كل الهجمات الأخيرة على الخصوم ما بين الطرفين الإطار والتيار أن تخرج فضائح جديدة تكشف بعض الوجوه وتحرقها في المشهد، وبالتالي يصعب أن يكون لها تواجد في الساحة السياسية مستقبلاً؟